في ظل أزمة الكهرباء التي تشمل الملاعب الرياضية أيضا، تستمر في عدم بطولة عمرها أكثر من 22 عاما تقام في كل رمضان وتجمع أندية من مختلف محافظات الجمهورية. إنها بطولة الفقيد علي محسن مريسي نجم الكرة اليمنية في الستينيات. بطولة الشهيد علي محسن مريسي لاعب القرن في الكرة اليمنية، وفي هذه البطولة التي تحمل رقم 23 وتم المحافظة عليها من الاتحادات، سواء الاتحادنا احنا كاتحاد كرة في عدن او الفروع الذي كانت قبلنا الاخوة السابقين. نشكر تواجدكم ونتمنى ان تكون هذه البطولة ناجحة. واجهتنا بعض الصعوبات فيها بسبب مشاكل الكهرباء، لكن الحمد لله تم توفير مولد كهربائي. في ملعب الشهيد العلواني ملعب نادي شباب المنصورة تتنافس 12 فرقة في أمسيات كروية لا تخلو من الحماس الجماهيري. نتمنى ذلك نحن في زيادة عدد الأندية لخلق المنافسة، والحمد لله على الفوز، وإن شاء الله نفكر في المباريات القادمة اللي هي الأهم والأصعب يعني. إن شاء الله الجمهور غير غدا، كل شيء غدا هو اللي يوصف البطولة بأكملها، وإن شاء الله يعني عدن تكون أحسن وأحسن في الرياضة. بسبب الحرب ما زال الدوري العام لكرة القدم متوقفا، لكن مثل هذه البطولات تنعش الأجواء الرياضية وتنتشلها من الركود الذي يشلها منذ 3 سنوات. هنا في ملعب نادي شباب المنصورة تستمر بطولة الفقيد علي محسن مريسي، وهي البطولة التي تعد من تقاليد الكرة العدنية في شهر رمضان الكريم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.